ايه؟ انت رايح فين؟ انا عندي بروفا. قال له انت زعلان مني صح؟ لا مش زعلان منك ولا حاجة، انا بس عايز افهم ايه علاقتك بالحفلة دي؟ ولا اي حاجة، كل الحكاية ان انا وصحابي عشان نحجز مكان نعمل فيه حفلة نبقى محتاجين فلوس كتير قوي، فمن الصعب يعني ان احنا نرفض مكان زي ده وهيبقى فيه العدد ده كله، وبعدين هنبقى محتاجين فلوس دعاية فكان من الصعب ان احنا نرفض يعني. طب انا هسألك سؤال وتجاوبني بصراحة، انت ليك دعوة بالعيال اللي رفعوا العالم دول؟ لا والله العظيم ابدا. يعني انت سليم في التمام؟ ايه هلو بقى في ايه؟ لا مفيش، انا بس بطمن عليك. طب انت مش مرتبط يعني مزة حلوة كده من البنات اللي بيلبسوا قصير دول ويقوموا يرقصوا فجأة؟ لا 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 ما بفكرش في الموضوع ده دلوقتي خالص. غلط، ما تفكرش ازاي، لازم تفكر. فكر في ايه هلو؟ وانا فاضي للكلام ده، انا عايز اشتغل الاول. تشتغل ايه؟ مش لما اكمل دراستك الاول؟ في مزز كتير في البلد. وانا عشان اكمل دراستي لازم اشتغل، عشان انا خلاص مش هاخد فلوس من بابا وماما تاني، عايز اعتمد على نفسي. امال انا رحت فين؟ لا يا هلو ما ينفعش، ده كفايه مصاريف البند. مالكش دعوه انت. بص لو احتجت اي حاجه، اي حاجه في الدنيا دي كلها اوعى تقول لي. يلا الحق بروفتك. ماشي انا هلم بقيت حاجتي وانزل على طول.